ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب دايما تكونوا في خير. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد. لو عجبك فيديو النهاردة ما تنسيش اللايك. النهاردة هعمل معاكي الوحدة المربعة دي. الوحدة دي هعمل هشبك بيها حاجات كتيرة قوي، هشبكها في بعضها وهعمل بيها، ممكن اعمل بيها مفارش، ممكن هعمل بيها حاجات كتيرة قوي. وحدة سهلة وبسيطة، تعالي اقولك هستعمل معاكي ايه النهاردة. انا هستعمل خيط كوتون جولد، سمكته حلوة قوي. هستعمل الخيط اللون ده واللون الاخضر ده، تمام. والابرة النهاردة المقاس 3.5، دي الابرة المناسبة للخيط. انا حابة انها تبقى واسعة شوية، والمقص يعني حابة الابرة تبقى تخينة على الخيط عشان عايزاها تديها ايه فراغ كبير شوية. انا بقى هنا عندي الوردة من جوه مقفولة قوي. طب مقفولة قوي يبقى عايز ايه؟ دايرة سحرية. انا ممكن اعملها بسلاسل بس مش هتديني انها تبقى ضيقة قوي كده. عملت دايرة سحرية، هعمل اول حاجة 3 سلاسل ارتفاع، شدت خيط بس شوية، وهعمل كمان عمودين، 1 2، تمام. هعتبر 3 سلاسل دول كأنهم عمود. بعدين اطلع ب3 سلاسل. بصي بقى، هلف الشغل وهشتغل على 3 سلاسل دول عمود في نفس غرزة 3 سلاسل، وبعدين كمان عمود في الغرزة اللي بعدها. وعلى 3 سلاسل اللي احنا عملناهم ارتفاع على اول سلسلة هتقابلني هدخل فيها هعمل عمود، تمام، واطلع بسلسلتين. هلف بصي بلف ازاي، بلف وادخل، يعني اهو هلف بس الورقة كده وهدخل في الدايرة السحرية. هعمل فيها ايه؟ 3 عواميد بلف، يا في كل مرة انت هتفهميها اكتر، تمام. عملت 3 عواميد بلف، انا كده بعمل البتلة التانية وهطلع ب3 سلاسل. هلف في الشغل واشتغل، شايفة مكان 3 سلاسل في الغرزة بتاعت 3 سلاسل هعمل عمود، كمان عمود، يعني 4 عواميد. على اللي بعده هعمل كمان عمود، اطلع بسلسلتين، تمام. بصي هعمل ايه؟ هلف اهو اهو، بلف في الورقة، يعني بصي انا لفيت الورقة ازاي، بصي انا بلفها ازاي بصبعي، وهدخل هعمل في الدايرة السحرية، هعمل 3 عواميد بلف، تاني عمود، تالت عمود، وبعدين اعمل 3 سلاسل. مكان ما طلعت هلف في الشغل، مكان ما طلعت 3 سلاسل هعمل ايه؟ هعمل فيها عمود، كمان عمود، كمان عمود، يعني انا زودت عمود في الاول. اعمل سلسلتين، بصي هلف ازاي، بلف، يعني بصي انا كده اهو هلف بصبعي، شايفه انا عملت ايه؟ لفيت بصبعي بس الايه؟ الورقه، اهي الورقه اهي، هلفها بصبعي، تمام. وادخل في الدايره السحريه او السلاسل اللي انت عايزه تعمليها، هعمل 3 عواميد بلف، اشد بس الايه اللفه شويه، وهعمل 3 سلاسل. خدي بالك ان الدايره السحريه بتقفل لك الشغل قوي. انا كده طلعت 3 سلاسل ارتفاع، لفيت الشغل من نفس 3 سلاسل، هعمل عمود بلف في نفس 3 سلاسل اهو، عملت عمود بلف، وبعدين اعمل عمود على العمود اللي بعده، وعمود على العمود اللي بعده، هعمل سلسلتين، هاخد معايا لفه. بصي انا بلف ازاي، الفكره ان انت تلفي الورقه، لفي الورقه اهي، وبعدين هعمل 3 عواميد، هكذا هعمل 8 بتلات، 8 مرات 3 عواميد عشان تبقي فاهماها قوي.
تلات عواميد، وبعدين فك بس الخيط شوية، وبعدين هطلع بتلات سلاسل، هلف الشغل واشتغل مكان ما طلعت التلات سلاسل، عمود على العمود اللي بعده، عمود كمان عمود، اخر عمود اهو هعمل عليه عمود. دي بالك انا جايبه ابره واسعه شويه عن الخيط، يعني ادخل من الخيط. تمام، عملت سلسلتين. بصي بلف الورقه ازاي، بصي اهو خدت معايا لفه، هلف الورقه وهعمل نفس الحكايه تلات عواميد واطلع بتلات سلاسل نفس الحكايه. تمام، اتمنى تكون ايه الفكره وصلت. تمام خلاص، انا بقى عندي 2 3 4 5 6 7 8 بتلات. تمام، ادخل، لا انا مش هاخد بقى لفه وادخل في الدايره، لا بصي انا عملت السلسلتين اهو، هدخل في السلسلتين في السلاسل اللي قدامي دي ماشي، وهدخل اعمل منزلقه. تمام، خلصت كده، هقص بقى الخيط وانضفه. تمام، اشد بقى انا الايه الدايره بتاعت الايه الدايره السحريه، اقفليها قوي اهو، انا هشدها، ممكن اشدها اكتر كمان، كل ما تشديها باحكام لاي واسعه كده عايزه تتشد اكتر، تتشد باحكام ما تبقاش فيه فراغ، انا مش عايزه الفراغ ده خالص. حابه تحطي فيها لولي حطي، مش حابه انت حره، مش هيبقى فيه فراغ. بصي انا كده قفلتها خالص، لكن لو عاملاها بسلاسل بيبقى فيه شويه ايه فراغ. تعالي بقى نشتغل باللون الاخضر حواليها، اي لون اخضر انت عايزاه او اي لون تاني. انا بس عملت عقده البدايه بره. تعالي بقى في السلاسل اللي كانت في الجنب، اللي هما السلسلتين اللي في الجنب دول اللي ما بين كل بتله والتانيه، هدخل ما بينهم، هعمل ايه، هعمل تلات سلاسل، بعدين عمود بلفه، كمان عمود بلفه، انا كده هعمل صدفه، وبعدين هعمل سلسلتين في نفس المكان، هعمل تلات عواميد، يعني انا هنا عملت صدف من تلات عواميد. تمام، وبعدين سلسلتين، في السلسلتين بقى الفراغ اللي ما بين البتلات هدخل هعمل ايه تلات عواميد بس، يعني صدفة تلات عواميد صدفة وهكذا كده تلات عواميد، وبعدين سلسلتين، وبعدين هدخل هعمل صدفة من تلات عواميد، اول عمود تاني عمود تالت عمود سلسلتين تلات عواميد في نفس الفراغ تلات عواميد، عشان يبقى عندي ايه اربع اركان. تمام، تلاتة وهكذا، هعمل سلسلتين، الفراغ اللي بعده هعمل تلات عواميد، وهعمل صدفة عشان يبقى عندي اربع صدفات. خلاص كده ايه تلات عواميد كده انا مظبوطة، هعمل سلسلتين، لازم اهم حاجة في الاخر عندك يبقى تلات عواميد، وادخل هعمل منزلقة في التلات سلاسل اللي هيقابلون كده. انا بقفل بقى الشغل خلاص، خلاص تمام. بصي اهو شايفة، اهو بقى كده ركنين وركنين، اربع اركان، واللي في النص التلات ايه عواميد. حاول بس ايه ان انا انضف الخيط الاخضر، حابة تنضفيه بابرة بابرة ارفع زي ما تحبي، حابة تشتغلي بابرة ارفع من كده، ومفروض الكوتون جولد بابرة ارفع شوية من كده، بس انا حابة انها تبقى كبيرة معايا شوية. تمام، انضف بس الخيط كده، انا اهو خلصت الوردة الواحدة المربعة دي، مفيش اسهل وابسط من كده، سهلة جدا، وعايزة اقولك انها في منتهى الشياكة، وان شاء الله في فيديو جديد هعمل فيها بيها حاجات حلوة قوي. اشوفكم على خير ان شاء الله.